تغيير نهج اللعب. ولكن سياسته العريضة هو التي يريد حتى أن حتى نكون منصفين، هو صار له شهرين ونص وهو حشر حاله بمئة يوم، يعني أنا بستغرب ليش حشر حاله. هو استبق المئة اليوم الآن. هو استبق قانون الضريبة ضاغط، يعني قانون الضريبة صندوق النقد بده إياه مش اليوم، بده إياه قبل مئة يوم كان، فهو ضاغط عليه وبالتالي لابد يمشي. الآن حكيت لك إنه أنا أعتقد الشخص كرجل أعتقد إنه قادر في النهوض ب مشروع نهضوي، لكن بفريق تماما مختلف. يعني هو الان مبدئيا لو يقدر يمرر قانون ضريبه الدخل قبل ما ندخل في النهضه وما بعد النهضه يعني.